الحلول الشرعية للخلافات الزوجية. الجزء الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين. محاضرة للداعية الكريم محمد بن دحان حفظه الله، ألقيت بدار الحديث بمطرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ إن شاء الله هذه المحاضرة، وهي عدة محاضرات في موضوع مهم وموضوع حساس. هذا الموضوع قل الكلام فيه لحساسيته، وكثير من الرجال والنساء لا يجرؤ أن يتكلم عن تفاصيله ولا عن دقائقه ولا عن واقعه، وما ذاك إلا لخطورته. هذا الموضوع هو الحلول الشرعية للمشاكل الزوجية. وسبب اختياره أن الخلافات الزوجية تنتشر وتكثر، ونهايتها في كثير من الأحوال الطلاق، والطلاق مدمر للأسرة ومفرق للمجتمع. وكثير من تلك الخلافات ومن تلك المشاكل يمكن أن تستدرك، ويمكن أن تحل، ويمكن أن تعالج، إلا أنه يحصل التفريط وعدم الاهتمام، يحصل التفريط وعدم الاهتمام في هذه المسألة الخطيرة. فكثرة الخلافات موجودة، بل لا يسلم دار ولا بيت ولا مجتمع من خلافات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بحسب حال المختلفين من الأزواج. وأيضا من أسباب اختيار هذا الموضوع أنه يوجد في بيوت المسلمين هذا الخلاف الذي أدى إلى التقاطع والتدابر وعدم التوافق بين الزوجين. فبيوت يعيش فيها الزوجان خلافا وتقاطعا وتهاجرا، وما جلسا لحل مشاكلهما كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. فالحاجة إلى الكلام عن هذا الموضوع ماسة، والموضوع واسع وله
أطراف وله ذيل وله جوانب، ويحتاج إلى انتباه ممن أراد أن يخوض فيه أو أن يستفيد منه. يستفيد الرجال والنساء من هذا الموضوع، كانوا في زواج أو لم يتزوجوا بعد. أما المتزوجون من الرجال والنساء فهم بحاجة إلى حل مشاكلهم، والتي لا بد أن يكون في الزواج مشاكل، أو بحاجة إلى الوقاية من الوقوع في تلك المشاكل، أو بحاجة أن يسهموا في حل مشاكل المجتمع، فمجتمعنا مليء بالمشاكل والخلافات الزوجية التي تحتاج إلى علاج. فإذا لم تكن المشاكل عندك أو عندك، فهي موجودة عند إخواننا وأخواتنا، عند آبائنا وأمهاتنا، عند المجتمع وفي وسط مجتمعاتنا. فلا تسلم الأسر ولا المجتمعات من الخلافات الزوجية. وإذا كان الشاب أو الشابة لم يتزوج بعد، فهل يستفيد من هذا الموضوع؟ لا شك أنه يستفيد الانتباه لخطورة هذه المشاكل، ويستفيد أيضا كيفية معالجتها إذا تزوج. وليس من الضرورة أن ينتظر الإنسان حتى يتزوج ثم يتعرف على الحلول الشرعية لحل المشاكل الزوجية، بل إن الأصوب عند العقلاء أن يتعلم الإنسان، وإن لم يحتج إلى ذلك العلم في أوان تعلمه ووقت تعلمه، إلا أنه يحتاج إليه في المستقبل ولا بد. فصار هذا الموضوع مهما، وصارت الحاجة إليه ماسة. وهذا الموضوع إما أن يتكلم فيه المتكلم بتوسط، وأعني بهذا لا يغلب جانب الرجال على جانب النساء، ولا جانب النساء على جانب الرجال، وهذا واسع جدا. يتسع الموضوع إذا كان المخاطب فيه الرجال والنساء مع التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها الجميع. وبما أن هذه المحاضرة محاضرة النساء، فنغلب جانب النساء، أي ما تحتاج إليه المرأة في حل الخلافات الزوجية. نذكر أشياء تتعلق بالرجال ولكن على الطريق وعلى قلة وندرة، ونغلب الكلام على جانب النساء لحاجة النساء بالدرجة الأولى إلى حل الخلافات والمشاكل الزوجية. وفي الغالب المرأة هي الضحية لتلك الخلافات الزوجية، ولما كانت المرأة هي الضحية الأولى للخلافات الزوجية، وهي المتأثر الأول بالخلافات الزوجية، كان عليها أن تسعى في الحلول وفي العلاج أولى من غيرها. وقد كنت بدأت في هذه السلسلة في خطب سابقة في المسجد الذي أخطب فيه، ورجحت في الكلام على هذه الخلافات الزوجية وطرق ووسائل حلها على جانب الرجال. فخطبة الجمعة يرجح فيها جانب الرجال لحاجتهم إلى التوجيهات الشرعية المتعلقة بهم، ومحاضرات النساء يرجح فيها الجانب النسائي في حل الخلافات الزوجية. وإن كانت هذه المحاضرة وهي أول محاضرة
في هذا الموضوع الواسع ستكون محاضرة شبه عامة مع التركيز على جانب النساء، وهي في أول حل. وانتبه، الحلول كثيرة، الحلول الشرعية للخلافات الزوجية كثيرة، وأولها وأحراها بالذكر والابتداء أن يتعرف الرجال والنساء على الحقوق الزوجية. فكثير من النساء وكثير من الرجال عنده تقصير ونقص، وربما عنده تفريط وخلل في هذا الموضوع المهم، وهو الحقوق الزوجية. فيطلب كثير من الرجال حقوقه أو واجباته وينسى حقوق الآخرين، يطلب نعم ما يجب له وينسى ما يجب عليه، يطلب الحق الذي له وينسى ما عليه من الواجبات. أيها المسلم، أيتها المسلمة، أساس هذا الموضوع والعلاج فيه العدل. فخذ ما لك وأدي ما عليك، خذ الحق الذي لك وأدي الواجب الذي عليك، فعليك واجبات ولك حقوق، فخذ ما لك من الحقوق وأدي ما عليك من الواجبات إن أردت الفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، فهذا الموضوع أوله الحقوق المشتركة بين الزوجين ومدى مشاركتها وإسهامها في حلول المشاكل والخلافات الزوجية. إذا عرف الزوج والزوجة الحقوق المشتركة التي تجب على كل واحد منهما تجاه الآخر، ثم عرفت الزوجة ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق الخاصة، عرف الزوج ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق الخاصة، هذه أوجه مهمة في علاج هذه القضايا. إذن أولها الحقوق المشتركة، وإن يسر الله بعد ذلك بمحاضرة أخرى ستكون في الحقوق الخاصة أو الواجبات الخاصة على المرأة المسهمة في الحلول الشرعية في الخلافات الزوجية. والمحاضرة التي بعدها ستكون في أسباب الخلافات الزوجية، والمحاضرة الأخيرة ستكون في طرق العلاج أو كيفية معالجة الخلافات الزوجية بالطرق الشرعية الآنية. أما هذه المحاضرة فكما سبق نبدأ فيها الكلام عن الحقوق الزوجية المشتركة التي تسهم في حلول الخلافات الزوجية. وأولها الأمر بطاعة الله والالتزام لشرع الله. تفلت كثير من الأزواج والزوجات عن أمر الله وطاعته، وعن الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وعن القيام بشريعة الله عز وجل، فكانت النتيجة خلافات ومضادات، وكانت النتيجة تلك المصائب التي حلت في الأسرة وفي العش الزوجي. أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية أساس في أن طاعة الله عز وجل والقيام بفرائضه والواجبات التي أمر الله عز وجل بها سبيل أساسي في
تحصيل الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وتحصيل السعادة، وتحصيل الاطمئنان، وتحصيل كل خير على عموم المجتمع وخصوص الفرد والأسرة. إذن من أراد حلولا شرعية عاجلة وأراد حياة سعيدة مطمئنة فعليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى المرأة وعلى الرجل، على الزوج والزوجة، أن يحققوا وأن يقوموا بطاعة الله عز وجل، أن يحققوا التوحيد، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤدوا الزكاة، وأن يصوموا رمضان، وأن يؤدوا الحج إن كان من استطاعة إليه، إلى غير ذلك من الواجبات الشرعية التي فرضها الله عز وجل أو ندب إلى تلك الأعمال الصالحة والطاعات المباركة. فإن كل طاعة كانت واجبة أو مستحبة تسهم في تحقيق السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك منه أو لا شك فيه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا اطمأنت القلوب صارت في سعادة وحياة طيبة هنية. وعلى الزوجين في هذا الباب أن يتعاونا، وهذا أيضا محور فرعي يندرج تحت ذلك السبب الرئيسي، أن يتعاون الزوجان على تحقيق طاعة الله عز وجل، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر الله عز وجل، وهذا أمر عام يتناول الفرد ويتناول الأسرة ويتناول المجتمع ويتناول مجتمع المسلمين عموما، أن يتعاونوا فيما يستطيعون على تحقيق طاعة الله عز وجل، على أعمال البر وعلى أعمال التقوى وعلى الأعمال الصالحة. فإذا تعاون المجتمع على وجه العموم والأسرة وهما الزوجان على وجه الخصوص على طاعة الله وعلى تقواه، أفلح بإذن الله وانتفت عنهما انتفت كثير من المشاكل والخلافات التي تحصل في المجتمع. ومما يؤكد هذا الأمر ويدعو إلى التعاون ما ذكره الله عز وجل، ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا، واسمع إلى هذا الإرشاد، واسمعي أيتها المسلمة إلى هذا الإرشاد النبوي الكريم، وفيه تعاون من الطراز الأعلى، تعاون على طاعة الله عز وجل في أمر ربما لا يباليه كثير من النساء والرجال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ أهله، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. تعاون على تحقيق العبادة والطاعة فيما ليس بواجب، في أمور مستحبة، في قيام الليل. إذن إن صلاح الأسرة وصلاح حياة الزوجين، إن سعادة الزوجين تحقيق طاعة الله أو في تحقيق طاعة الله عز وجل، ومن ذلك القيام بهذه المستحبات الشرعية من باب أولى. أن يكون الزوج والزوجة حريصين على ماذا؟ على الواجبات والفرائض، بدءا بتوحيد الله، فيتعاون ويتعلم
ويعمل بتوحيد الله عز وجل، يتعاون ويعمل على إقامة الصلاة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، تحافظ المرأة على صلاتها في وقتها في دارها، وتتعاون مع زوجها في أن يحافظ على صلاته في بيوت الله ومع جماعة المسلمين حيث ينادى بها، تتعاون مع زوجها في حرصهما على أداء أولادهما أو قيام أولادهما بالصلاة. هذا سبيل من سبل تحقيق طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل وعبادته، التي تكون بإذن الله سببا عظيما من أسباب صلاح ما بين الزوجين. ولهذا من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. من أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله عز وجل ما بينه وبين العباد، ما بينه وبين الخلق، ما بينه وبين زوجته، ما بينها وبين زوجها، ما بينه وبين أبيه، ما بينها وبين أبيها، ما بينه وبين أخيه، ما بينه وبين أمه، وهكذا ما بين المرأة وسائر المجتمع. فتنتفي الخلافات بالإصلاح، وأعظم الإصلاح أن يصلح العبد ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وليعلم الجميع من إخواننا وأخواتنا أن الحياة السيئة وأن الشقاوة في هذه الدنيا سبيلها الذنوب والمعاصي، وهذا لا يشك فيه عاقل، فإن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فحياته ومعيشته في هذه الدار في ضنك وفي هم وغم وفي مشاكل وخلافات، المرأة مختلفة مع زوجها والزوج مختلف مع زوجته، المرأة تختلف مع خواتها وتختلف مع أمها وتختلف مع صواحباتها ومع صديقاتها وتختلف مع بناتها. انتشر الخلاف، ولو عقلنا رجالا ونساء ورجعنا إلى أنفسنا وحاسبنا أنفسنا وتبنا من ذنوبنا لوجدنا أن الذنوب والمعاصي هي أسباب الشقاوة والتعاسة والهلاك في الدنيا والآخرة. فتشوا أنفسكم معشر المختلفين والمتنازعين والمتضادين والمتفرقين والمتباغضين والمتعادين، فتشوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم لربكم سبحانه وتعالى قبل أن تحاسبوا أنفسكم لغيركم، ستجدون حلولا شرعية وتجدون عونا من الله عز وجل في أموركم وفي حياتكم وما تحتاجون إليه. ومما يجدر التنبيه إليه من الذنوب والمعاصي التي هي سبب للخلافات الزوجية ما يتعاطاه الزوجان في البيت الواحد من النظر إلى المسلسلات، النظر إلى المحرمات، النظر من المرأة إلى الرجال الأجانب ومن الزوج إلى النساء الأجنبيات، السماع لما حرم الله عز وجل من الأغاني إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي، الغيبة والنميمة، الكذب وقول الزور إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي. هذه من أسباب تشتيت الأسر وتفريق المجتمعات وحلول الخلافات ونزول المشاكل في أوساط الناس عموما وفي أوساط الزوجين على وجه الخصوص. إذن الأمر الأول مما يجب على الزوجين التعاون فيه، وهو واجب وحق مشترك
بين الزوجين تحقيق طاعة الله عز وجل والقيام بها والتعاون عليها والتواصي بها، لقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد نجاة من الخسارة المحققة والخسارة المطلقة في الدنيا والآخرة، من أراد نجاة من الخسارة الجزئية والكلية، ولا شك أن الخلافات الأسرية والمشاكل الزوجية تعتبر خسارة، وقد يخسر الزوج زوجته وقد تخسر الزوجة زوجها بسبب هذه المشاكل والخلافات، هي من الخسارة. فمن أراد السلامة منها حقق هذه الأمور الأربعة: الإيمان بالله والعمل الصالح، وحقق التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا من أهم الأمور في حل الخلافات الزوجية. ورابع تلك الأمور تحقيق الطاعة والتعاون عليها والتواصي بها. رابعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمرأة تأمر زوجها بالمعروف بالمعروف، وتنهاه عن المنكر بالمعروف، وكذلك الزوج. وقد ذكر الله عز وجل هذه القضية العظيمة في كتابه وقال فيها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولى صفات هؤلاء المؤمنين صفة تحصل الغفلة عنها كثيرا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلو حقق الأزواج والزوجات هذه التوجيهات الإلهية، بدءا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتثنية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تثنيثا، وبعد ذلك نظروا في أمورهم في طاعتهم لله ورسوله، لرحمهم الله وأنقذهم من الخلافات وسلمهم من المشاكل والنزاعات. نعم، فرحمة الله عامة للزوجين ولغيرهما، ولكن في موضوعنا هذا تتنزل هذه الآية على الزوجين ويدخل الزوجان في هذا الخطاب. وتأملي أيتها المسلمة، تأملي هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فبدأ الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تدرون لماذا؟ تعلمون لماذا؟ إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم ولن تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أهمل الناس هذا الأمر العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهبت الطاعة وذهب الخير وانفلتت المجتمعات وذهبت شذر مدر. إذن الأمر بالمعروف ركيزة عظمى في هذا الموضوع تحتاج إليه المرأة في أمر زوجها بالمعروف وفي نهي عن المنكر. ترى منكرا يحتاج إلى إنكار أنكرته بالتي هي أحسن، ترى معروفا يحتاج إلى أمر أمرت به بالتي هي أحسن في زوجها وفي أفراد أسرتها. والتفاصيل إن شاء الله تأتي معنا في محاضرات أخرى. هذه محاضرة إجمالية، ولا بأس أن نشير إلى بعض الأمثلة المهمة التي تدعونا إلى الاهتمام بهذه الأمور.
لقد كانت المرأة المسلمة في زمن السلف فعالة وكانت مهتمة بهذا الأمر، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد جاء أن نساء السلف كانت تقول إحداهن لزوجها إذا خرج من بيتها، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من التعاون، وهو أيضا من تحقيق العبادة والطاعة، وهو أيضا من التواصي بالحق. كانت تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله اتق الله فينا ولا تأتنا برزق من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. أرأيتم هذه المرأة المثالية؟ هذه المرأة مرأة أطاعت ربها وأطاعت زوجها وحققت ما أنيط بها، وكانت حريصة على صلاح حياتها وعلى صلاح زوجها وعلى صلاح أسرتها، كانت حريصة على الطاعة جملة وتفصيلا، وما كانت غافلة عن هذه الجزئية، جزئية النفقة، الطعام، نعم الطعام والشراب، بل كانت حريصة فيها. لهذا ماذا؟ نصحت زوجها، تنصح زوجها، تذكر زوجها، تأمر زوجها، تحذر زوجها، تبين له هذا الأمر المهم، قائلة اتق الله فينا ولا تأتنا برزق من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. هذا يدل على أن المرأة في زمن السلف كانت امرأة عظيمة ونعم، وكانت حريصة على تحقيق عبادة الله عز وجل وطاعته، وكيف لا يكون ذلك وهم رجالا ونساء يقرؤون قول الله عز وجل ويتلونه ويسمعونه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الثاني ويمكن أن يقال الخامس من الحقوق المشتركة بين الزوجين، تجسيد المودة والمحبة بين الزوجين. من المعلوم شرعا أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية العظيمة نعمة من نعم الله ومنة من مننه العظمى، أن جعل بين الزوجين مودة وهي المحبة، ورحمة التراحم معروف. جعل الله عز وجل أعظم أسس الحياة الزوجية التي بنيت عليها المودة والرحمة. المطلوب من الزوجين، من الزوج والزوجة، تحقيق هذه المودة وهذه الرحمة وتجسيدها واقعا ملموسا. الزوج تلمس زوجته منه المودة والرحمة، والزوجة كذلك يلمس زوجها منها المودة والرحمة. فإذا حصل التقصير في المودة أو الرحمة بين الزوجين دبت إليهما الخلافات الزوجية والنزاعات الأسرية. وإن تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين له آثار، ومن آثاره الرحمة، من آثاره المحبة الشاملة، والرحمة الشاملة في الأمور الحسية والمعنوية. نعم، تدخل المودة والرحمة في الأمور الحسية والمعنوية بين الزوجين،
ومما يدل على تحقيقها أن يبذل كل واحد من الزوجين ما بوسعه وما يستطيعه في إسعاد الآخر. فإذا بذل الزوج ما يستطيع من الأمور الحسية والمعنوية في إسعاد زوجته، وبذلت الزوجة ما تستطيعه من الأمور الحسية والمعنوية في إسعاد زوجها، كان هذا تحقيقا للمودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين، وتفاصيل ذلك تأتي إن شاء الله. ولا بأس أن نذكر بعض الأدلة العامة التي تدل على أن السعادة والحياة الطيبة والسلامة من الخلافات والنزاعات في الرحمة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية مشهورة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. هذه الأحاديث أو هذا الحديث برواياته يدل على أن من أعظم سبل الخلافات الزوجية والنزاعات الأسرية انعدام الرحمة بين الزوجين أو نقصها والتفريط فيها وحصول الخلل، فيحقق كل واحد من الزوجين الرحمة كما أراد الله عز وجل في شرعه في الأمور الحسية والمعنوية. ولأهمية الرحمة في الحياة الزوجية وغيرها، جعلها الله عز وجل صفة من صفات المؤمنين المهمة. قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالمؤمنون من الرجال والنساء هم الذين يتواصون بالرحمة بتحقيقها على وجه الخصوص وعلى وجه العموم. ونضرب مثلا يدل على رحمة الزوجة بزوجها وتحقيق المرأة لهذه الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العهود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة حققت المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين. فإن حصل بينها وبين زوجها شيء، حصل بينها وبين زوجها خلاف، حصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، جاءت إلى زوجها، كانت هي المصيبة أو هي المخطئة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا آذت أو أوذيت، آذت فهي المخطئة، أوذيت زوجها المخطئ، جاءت إلى زوجها وأخذت بيده، أخذت بيده وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. فالمرأة هي الأولى بالاعتذار، ولا يعني هذا أن الرجل إذا أخطأ لا يعتذر، بل يعتذر، لكن هي الأولى بالمبادرة، فهي أرحم وهي أشفق وهي ألين، والعاطفة عندها أكثر وأعظم مما عند الرجل. وهي كما هو معلوم وسيأتي هي في ولاية الرجل، لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. فتحقيق هذا الأمر وهو المودة والرحمة بين الزوجين سبيل عظيم لحل الخلافات الزوجية. الأمر الذي بعده من الحقوق المشتركة بين الزوجين
وهي من الأهمية بمكان في حل الخلافات الزوجية، حسن العشرة. وهذا المصطلح مصطلح عام وشامل، ويحتاج إلى شيء من الإشارة ومن العناية حتى يتبين ما يشتمل عليه، يتبين ما يشتمل عليه من الأمور العظيمة. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أمر الله عز وجل وأرشد الرجال أن يحسنوا عشرة النساء، كما أن هذا الأمر متضمن لحسن عشرة النساء مع الرجال، ولهن مثل الذي عليهن. فكما أن الرجل يطلب من زوجته ويريد منها ويرغب حسن العشرة، فكذلك المرأة، فهذا حق مشترك بين الزوجين، إذا قاما به تحققت لهما السعادة وتحقق لهما الحياة الطيبة وانتفت عنهما الخلافات والنزاعات. هذا يحسن عشرة زوجته وهذه تحسن عشرة زوجها. وإحسان العشرة أساسه العدل وأعلاه الإحسان المعروف، والإحسان مرتبة أعلى من العدل. فالعدل هو أن يأخذ الإنسان ماله ويعطي ما عليه، يأخذ حقه ويؤدي واجبه. الإحسان مرتبة أعلى، يعطي ما يستحب ويترك ما يكره، فيترك المكروهات التي تخل بالحياة الزوجية ويفعل المستحبات التي تنمي السعادة والحياة الطيبة. وإن كانت المستحبات ليست بواجبة، وإن كانت المكروهات ليست بمحرمة، ولكنه رجلا عاقل، ولكنها امرأة عاقلة. لا يكتفي الزوج العاقل والزوجة العاقلة بالحرص على الواجبات في أدائها، بل زاد على الواجبات المستحبات، حرصا على الأسرة وحرصا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وحرصا على الحياة الزوجية، وقبل هذا وذاك إرضاء لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فلا بد أن تكون المعاشرة بالإحسان، ولا بد أن تكون المعاشرة بالمعروف الذي عرفه الشرع والذي عرفته المجتمعات ولا يخالف شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن حسن العشرة حسن التعامل كما هو معلوم، بالتغافل والتغاضي والإعذار والعفو والتسامح والرأفة والصفح والتفرغ للآخر والملاطفة والممازحة إلى غير ذلك، وسيأتي تفصيل هذه الأمور إن شاء الله. ومن أعظم حسن العشرة بين الزوجين إذا احتاج أحدهما إلى كلمة ولو كانت من المعاريض أو من الكنايات أو من التورية حتى يصلح الحال والمآل، وحتى لا يحصل الخلل بين الزوجين في الحياة الزوجية، فقد أجاز الشرع ذلك، وتفاصيله إن شاء الله تأتي معنا في أثناء هذه المحاضرات. الأمر الخامس أو السادس من الأمور المشتركة العامة بين الزوجين، وهي من سبل الحياة السعيدة وانتفاء الخلافات الزوجية، إحسان الظن وتعزيز الثقة بين الزوجين. إحسان الظن، البيت الزوجي، البيت الأسري، الحياة الزوجية لا تقوم ولن تقوم ولا يتحقق المطلوب منها ولا تؤتي ثمارها
إلا تحت ظل حسن الظن وتعزيز الثقة بين الزوجين. وهذا أمر عظيم. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فنهى عن سوء الظن الذي يدمر الأسر والمجتمعات، بل يدمر الدول والعالم بأسره. ونهى أيضا عن التجسس الذي ينافي تعزيز الثقة بين الزوجين. فإذا حصل سوء الظن بين الزوجين وحصل التجسس، لا شك أن هذا البيت سيتصدع، إن لم يتهدم يتصدع بناؤه ويتشقق تماسكه، ويحصل فيه الخلل، ويطرأ فيه الخلاف، ويحل فيه النزاع بسبب سوء الظن، بسبب عدم الثقة بين الزوجين، بين الرجل والمرأة. والأدلة في هذا الباب كثيرة التي تدعو المسلم إلى إحسان الظن، وتدعو المسلمة إلى إحسان الظن، تدعو المسلم والمسلمة إلى تعزيز الثقة بينهما. ومن أهم تلك النصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو توجيه عام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، المسلم من سلم المسلمون عموما من الأقارب والأباعد، من الزوج والزوجة والأب والأم والأبناء والبنات إلى غير ذلك، سلموا من هذا المسلم، فهو المسلم حقا وصدقا الذي حقق الإسلام وآدابه، وحقق أركان الإسلام، وحقق فضائل الإسلام، وحقق ما يجب عليه وما يستحب في هذا الإسلام. ونضرب مثالا عظيما فيه التحذير من التخوين، وفيه التحذير من التجسس، وفيه التحذير من سوء الظن بين الزوجين، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قاعدة. هذا الحديث قاعدة، يعتبر قاعدة عامة في هذا الباب بين الزوجين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. إذن لا يجوز للرجل إذا غاب عن أهله، سافر، ذهب مكانا، أن يطرق أهله وهم غافلون، ليسوا بمتوقعين. الزوجة لا تتوقع مجيء زوجها في هذا الوقت، فيأتي ينظر هل هي على أمانتها، وهل هي حافظة لزوجها في غيبته، ويختبر زوجته. هذا منكر عظيم وكبيرة من الكبائر، وسبب من أسباب الخلافات الزوجية، حتى وإن لم يجد عندها شيئا، حتى وإن لم يحصل منها شيء، حتى وإن تأكد أنها امرأة عفيفة صادقة ذات أمانة. فلا شك أنه قد يقع في زوجته أو في نفس زوجته ما يقع بسبب هذا الاختبار الصعب. ناهيك لو كانت الأخرى فوجد عندها ريبة، أو وجد عندها ما يمكن أن يكون ريبة، أو ساءت به الظنون فظن ريبة ما ليس بريبة، وظن شرا ما ليس بشر، وظن خيانة ما ليس بخيانة، وظن خطرا ما ليس بخطر إلى غير ذلك. وعلى سبيل المثال، فقد يذهب الرجل عن أهله، وهذا درس للرجال، يذهب عن أهله ثم يطرق أهله طروقا بغتة وهم لا يشعرون، فربما وجد عندها رجلا. وقد حصل لبعض السلف، لولا أن الله سبحانه وتعالى سلم و
لطف به، دخل على أهله بعد غيبة طويلة فوجد عندها رجلا فأراد أن يقتله، وربما قتله وقتله، لكنه تريث وتأنى وصبر ولم يستعجل، فبان بعد ذلك أن ذلك الرجل أحد محارمها، جاء إلى هذه المرأة لتستأنس به ولتسكن ولنعم تسلم من أذية المؤذين إلى غير ذلك. فانظر إلى أهمية العمل بالتوجيهات النبوية. هذا الرجل لو أتى أهله نهارا كان خيرا له، لو أعلم أهله قبل أن يأتيهم ليلا باتصال أو رسالة أو غير ذلك كان خيرا له، وسلم من أن يقع في ظن السوء أو في ما لا يحمد عقباه. فقضية إحسان الظن وتعزيز الثقة بين الزوجين قضية عظمى في هذا الباب، وهي أساس عظيم من أسس الحلول الشرعية للخلافات الزوجية. وتجدر الإشارة ولو من طرف خفي سريع في هذه المحاضرة، وإن كانت التفاصيل ستأتي معنا، أن أمرا مهما يجب على الزوجين، يجب على الزوج وعلى الزوجة أن ينتبه له في هذه الأيام وفي هذا العصر، ألا وهو الجوال. كم من امرأة أساءت الظن بزوجها بسبب الجوال، وانتزعت الثقة من زوجها بسبب الجوال، وكم من رجل أيضا كذلك، كم من امرأة تجسست على جوال زوجها، ما أحسنت الظن بزوجها. وهذه الأيام الجوالات عندها مفاتيح، عندها أقفال، الرموز هذه التي يستعملها الناس، فيستعمل الرجال والنساء الأزواج والزوجات الرموز في جوالاتهم، وقد يحصل من زوج أو زوجة خطأ، يحصل وقوع في معصية الله عز وجل، فيأتي الآخر بعد اختراق أو اطلاع على الرمز ودخل في جوال الآخر ووجد أمورا ساءته، وجد أمورا أنكرها، فتعامل مع تلك الأخطاء الموجودة في تلك الجوالات. تعامل الرجل أو تعاملت المرأة، تعامل الزوج أو الزوجة مع تلك الأخطاء الموجودة ومع تلك الأمور المنكرة تعاملات غير شرعية. أنا لا أقول أنه تبقى أن الجوالات تبقى مرمزة مقفلة، لا يطلع الزوج على ما في جوال زوجته ولا الزوجة على ما في جوال زوجها، ويترك الحبل على الغارب كما يقال، يعصي كيف ما شاء وتعصي كيف ما شاءت، يراسل من شاء ويخون ويلعب وينظر إلى المنكرات ويسمع المحرمات، والمرأة كذلك. كلا، لكن التجسس وإساءة الظن أمر آخر كما هو معلوم. للزوج أن يقول لزوجته لو سمحت انظر في جوالك، وللزوجة أن تقول لزوجها، وليكن هذا بينهما ليس في نفس الوقت، يعني لا يأتي الزوج إلى زوجته في ساعة معينة ويقول لا بد أن أرى الجوال الآن، يكون عندها معلومات مسبقة أن زوجها ينظر أو سينظر في جوالها. وعند المرأة أيضا وعند الزوج أيضا معلومات مسبقة أن زوجته تنظر أو ستنظر في جواله، لأنه مهما كان قد يكون للمرأة بعض الخصوصيات التي ليست بخيانة للزوج، خصوصيات زوجة مع امرأة أخرى، خصوصيات امرأة مع امرأة أخرى، موضوع بين النساء لا تحب المرأة الأخرى التي تكلمت أو راسلت أو كتبت هذا الموضوع إلى هذه المرأة أن يطلع عليه أحد، هناك أسرار بين النساء
تكتب وأسرار بين الرجال تكتب. هذه ليس للزوج ولا للزوجة الاطلاع عليها أو البحث فيها أو التقصي للحقائق في هذه الأمور، إنما المقصود ألا يخون أحد، ألا يخون أحد الزوجين الآخر فيما يتعلق بالحياة الزوجية. وأظن أن الموضوع فهم وأن الرسالة وصلت إلى الجميع. فهذا الموضوع، موضوع الجوالات وترميز الجوالات، له طرفان ووسط. الذي نطلبه ونسعى إلى تحقيقه الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، لا ندعو إلى إقفال الجوالات وترميزها مطلقا، لا يطلع الزوج ولا تطلع الزوجة على الجوال، على جوال الآخر أبدا على مدار الحياة الزوجية، ولا ندعو إلى الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة، لا سيما في أمور خاصة بالرجل مع الرجال وأمور خاصة بالمرأة مع النساء. والأفضل في مثل هذه الحالات حتى يأمن الجميع أن تترك الجوالات بدون ترميز، أو أن يكون لها رمز يطلع عليه الشريك الآخر. وإن كانت من رسائل خاصة بين الرجال أو خاصة بين الرجال بين النساء فلتحذف، فلتحذف حتى لا تقع الخلافات بين الزوجين. مع أنني أؤكد أنه شرعا ليس للزوج أن يدقق في كل صغيرة وكبيرة في جوال زوجته، وليس للزوجة أن تدقق في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالجوالات. فكم دمرت الجوالات من أسر، وكم دمرت من حياة زوجية، كم كانت هذه النقطة على وجه الخصوص سببا لهدم البيوت وسببا للطلاق. فتحتاج هذه النقطة على وجه الخصوص إلى تعامل بعقل وحكمة، وتعامل بشرع قبل ذلك، وتعامل بماذا؟ تعامل بدون إفراط ولا تفريط. وتحتاج كل قضية في نظري من هذه القضايا المتعلقة بالجوالات إلى دراسة خاصة، كل قضية. نعم، إذا علم من زوج أو من زوجة ضعف الإيمان، وعلم منه رقة الإيمان، وعلم منه الوقوع في الذنوب والمعاصي وما لا يحمد عقبه، فهذا لا يرمز جواله ولا يؤذن له بالترميز. نعم، هذا نخشى عليه في أي ساعة أن يقع في أمور محرمة أو أمور لا تحمد عقباها. لكن إذا كان الأصل في الأزواج الثقة والرحمة والمودة، فلا يشدد في هذا الموضوع. آخر نقطة وآخر أمر ناتي عليه في هذه المحاضرة هو، وهو من الحقوق المشتركة بين الزوجين، هو تحمل المسؤولية بين الزوجين في بناء الأسرة الصالحة وبناء الأسرة المسلمة المشاركة في بناء المجتمع الإسلامي على وجه العموم، وفي بناء الدولة والأمة الإسلامية على وجه أعم. وهذا حق مشترك، حق مشترك على الزوجين وبينهما، أن يسعى الزوج والزوجة في حمل الأمانة وتحمل المسؤولية التي أنيطت به فيما يتعلق بالآخر، بشريكه، الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، وفيما يتعلق أيضا بالأبناء والبنات، وفيما يتعلق بالأقارب والأباعد. فتحمل المسؤولية سبيل، إذا تحمل الإنسان المسؤولية العامة هذا يدعوه من باب أولى إلى تحمل المسؤولية الخاصة. إنسان تحمل مسؤولية أبنائه وأقاربه، مسؤولية المجتمع، من باب أولى أن يتحمل مسؤولية زوجته.
وهكذا امرأة تتحمل مسؤوليات عظيمة، مسؤوليات أخواتها المسلمات من تعليم وإرشاد وغير ذلك، نصح وتذكير، فإنه من باب أولى أن تتحمل مسؤولية زوجها. وأصل هذا الحق المشترك بين الزوجين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وفي رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيتها، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. فالمرأة راعية في بيت زوجها، فهي راعية فيما يتعلق بالزوج، بحقوقه، بماله، بعياله، بكل ما يحتاج إليه، تحتاج إليه الأسرة في هذا البيت. هذا مرتكز مهم، فإذا قمنا بالمسؤوليات التي أنيطت بنا وتحملنا هذه المسؤوليات كما أراد الشرع وحققناها في واقعنا بإذن الله عز وجل ذهبت عنا المشاكل. وآخر نقطة، وهي النقطة الختامية وآخر حق يتعلق بهذه الحقوق المشتركة، وهو حق يدخل في تلك الحقوق، هو الصبر والتحمل. هذه الحقوق في القيام بها، الحقوق المشتركة العامة والخاصة، قضية الحلول الزوجية للخلافات الأسرية تحتاج إلى صبر وتحمل أذى. فلا فلاح لزوج أو لزوجة في حل خلاف أو خلافات إلا بالصبر، والصبر شأنه عظيم وأمره كبير، والأدلة في الصبر كثيرة، ومن أهمها قول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال ربنا سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، هذه مرتبة لا يصل إليها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومثال للحياة الزوجية قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المرأة بالمثل، لا تفرك المؤمن الذي هو زوجها إن رضيت أو إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. فالصبر لا بد من وجوده وتحققه في الحياة الزوجية وفي الحقوق الزوجية وفي الواجبات الزوجية العامة والخاصة. ولا حياة، لا حياة لمن لا صبر له، لا حياة في الدنيا من أولها إلى آخرها، لا حياة لمن لا صبر له، لا حياة زوجية ولا أسرية ولا عامة ولا خاصة لمن لا صبر له. فلا تقوم الحياة ولن تقوم الحياة إلا بالصبر. فهذه مرتكزات سبعة جمعتها في هذه المحاضرة، أرجو نفعها للسامع والمتكلم، للرجال والنساء، ولو حرص ولو كان الجميع في حرص وغاية من الحرص على هذه الحقوق المشتركة بين الزوجين،
وأدائها لا تحققت لهم ما يرجون وما إليه يسعون وما إليه يصبون ويطلبون. تلخيصها من باب أن المحاضرة قد طالت، نلخص هذه الأمور في كلمات حتى تستوعب وحتى تحفظ. الأمر الأول من الحقوق المشتركة بين الزوجين التي تسهم في الحلول الشرعية للخلافات الزوجية، الأمر الأول تحقيق طاعة الله عز وجل، وذكرنا في هذا الأمر أو تحت هذا المرتكز أمورا، منها تعاون على طاعة الله، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. المرتكز الثاني تجسيد المودة والمحبة وتحقيقها في الحياة الزوجية. المرتكز الثالث حسن العشرة بين الزوجين. المرتكز الرابع إحسان الظن وتعزيز الثقة بين الزوجين. المرتكز الخامس تحمل المسؤولية واستشعارها والمشاركة في بناء الأسرة المسلمة. الأمر الأخير الصبر وتحمل الأذى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع السامع المتكلم بما يسمع الجميع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله المحاضرات القادمة فيما ذكرناه في أول المحاضرة ستكون محاضرة القادمة إن شاء الله في الحقوق الخاصة التي تجب على المرأة وهي مسهمة في حل النزاعات والخلافات الزوجية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.